السلام عليكم. مساكم الله بالنور. كيف انتم؟ خير يا مال الخير. قدموني ربعي في الكلام واخدمهم في الكلام ولا نطلق منهم، والله فيهم من خير مني مقاما وكلام. جتنا دعوة يا شيخ جابر بمناسبة زواج ولدكم ونجلك فهد، وحضرنا ذي الليلة مباركة ومشاركة ومهنية ونفاعة، ومعانا عطا في الورق ينقرأ من الحاضر اللي عينك ترى، من الزملاء من الحرة ومن الطوال ومن مشلحة ومن بيش، فحضرنا مهنية ومباركة. فإن به زود فوالله أنه يستاهلة، وإن به نقص فنقصه من عندنا وتغطيه وتجمله المحبة والمعزة اللي بيننا. وخير ما يقال في هذا المقام خير كلام البشر صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير. هذا علمنا وسلامتكم، والسر ولا تنقدوا. مرحبا ألف، الله يحييكم. مرحبا، أعطاكم وافي وصفكم وافي وأنتم وافين جميعكم، لا من الحرة ولا اللي من المشلحة ولا اللي من العراحة، فالله يحييكم جميعا ومرحبا ألف. تفضلوا حياكم الله. سلمت وبقيت على العريس يقدم. تفضل يا الله يحييك. هذا عطا. صفوا هنا. مبلغ من الزملاء كله. مبارك عليكم.